وفي اسطنبول شارك مئات المتظاهرين في تظاهرة حاشدة أمام مقر القنصلية المصرية أمس الاثنين، دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية وربط الانقلاب العسكري، تزامنا مع المظاهرات التي اندلعت في شوارع وميادين مصرية تهتف بإسقاط نظام السيسي الذي يتمادى بالتفريط في حقوق مصر وقمع حريات المصريين باعتقال عشرات الآلاف من الأبرياء. أحيي صمود الشعب المصري الأحرار والحرائر، الثوار والثائرات في الربوع والميادين والشوارع والنجوع والقرى في كل مصر، وقد انتفضوا وعلموا أن هذا النظام سيدمر البلد. مص الدماء، انهار الجنيه المصري أمام الدولار، فزادت الأسعار وزادت الهوة السحيقة بين الأغنياء والفقراء، فالأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا، فانسحق الشعب تحت أقدام بيادات العسكر، واليوم الشعب انتفض انتفاضة كبيرة ليستكمل ثورة 25 يناير. عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، هذا المشترك الإنساني الذي يبحث عنه الشعب المصري كسائر شعوب الأرض، وهذا ليس بكثير على هذا الشعب العظيم. نحن الآن نقف لأن السكات على هذا الظالم وعلى هذا السفيه هو تضييع لأمل الأمة كلها، تضييع لمصر كلها، تضييع لثروات مصر كلها، كما ضيع الأرض، ضيع المال، ضيع الأولاد، ضيع الأبناء، ضيع القنوات والقادة، ضيع رئيس مصر الذي عايش مصر وعاشت مصر في ظله وفي ظل حكمه لمدة عام كامل من الحرية والكرامة، لم نعهدها ولم نعيشها على مدار 60 سنة عاشها يحكمنا فيها هذا الحكم العسكري. أنا النهاردة جاية أسقط السيسي وأسقط حكومته وأسقط شرطته البلطجية اللي بتغتصب البنات. أنا جاية النهاردة وكل حماس، إنما عمري ما نزلت مظاهرات، لأن أنا كنت تحت ضغط في السجن، أنا كنت في مصر في سجن، أنا النهاردة حرة في تركيا حرة. اليوم هو يوم 25 إبريل، يوم من أيام الثورة المصرية المباركة. هذا اليوم اجتمع فيه الشعب المصري في كل الشوارع والميادين ليعلنوا رفضهم لهذا الحكم العسكري، لهذا النظام الانقلاب الغاشم الذي دمر البلد، الذي قتل أولادنا، قد قتل الشهيدة ابنتي أسماء البلتاجي، واعتقل زوجي وابني، واعتقل 50,000 معتقل وأسير في السجون المصرية، اعتقل 300 طفل قاصر في سجون مصر، اعتقل 2000 سيدة وفتاة من سيدات مصر، بينهم إلى الآن 53 معتقلة في سجون مصر. خرج الشعب المصري كله النهاردة انتفاضة جديدة، يوم جديد من أيام الثورة المصرية، ليعلن رفضه لهذا النظام العسكري الذي باع الأرض وآخرها الجزيرتين تيران وسنتين. وتضامنا مع هذا الحراك المصري، تظاهر أمس الاثنين عشرات الشبان التونسيين أمام مقر السفارة المصرية في العاصمة التونسية احتجاجا على الاعتقالات التي مست نشطاء في مصر، ورفع المحتجون شعارات ثورة تونس، ثورة مصر، ثورة ثورة حتى النصر، ويسقط يسقط حكم العسكر، والشعب يريد إسقاط النظام. اليوم نزل أمام السفارة المصرية لنعبر عن احتجاجنا عن الوضع القائم في مصر، يعني الانقلاب العسكري الظالم الذي دخل في سنته الثالثة على ما أظن. هي اليوم يوم رمزي، يعني تحركات كبيرة في مصر، وكنا نتابع ما يجرى على الشبكة العنكبوتية، وهنا في تونس في أرض التي أشعلت شرارة الثورة كان لابد لنا أن نأتي أمام الممثل الرسمي لسلطة الانقلاب في تونس لنعبر أننا مساندون داعمون لكل التحركات المطالبة بتنحي النظام العسكري وإرجاع المسار الديمقراطي والعملية الديمقراطية برمتها، بغض النظر عن الإيديولوجيات وبغض النظر عن كل الخلفيات الدينية والعرقية التي تحكم مصر. وقفتنا هنا اليوم مساندة لإخواننا المصريين، مساندة للحكم المصري الأصلي الشرعي. منذ أول انقلاب على الشرعية المصرية
وهو يقول نحن ضد حكم العسكر، نحن ضد المنهج الذي انتهجه حكم العسكر في اعتقالاته المتتالية، في طريقة حكمه، في طريقة تعامله مع الاختلافات السياسية الموجودة في مصر. اليوم نحن هنا أيضا لنقول لا لما يقوم به السيسي، خاصة لما قام به مؤخرا من بيع الجزيرتين المصريتين للدولة السعودية. أيضا أنا هنا لأساند، عندي أصدقاء ورفاق نشطاء اجتماعيين مسجونين تو على خلفية آرائهم السياسية. نساندوا الشعب المصري، على خاطر لو كان ما نساندوش الشعب المصري تو باش نرجعوا لبوتقة الاستبداد، واليوم دورهم هم، غدوا ينجم يجي دورنا حنين.